دخلوا الاثنين الحبس. ها؟ دخلنا. وكان بي صاحبي يجيب وجه ما دخلش له نيت. ما عندي كان بي صاحبي يجيب وجه ها؟ للناس كلام. وان قلتوا الا عطى فيها اصحابنا هالدمار اللي احنا كنا بنعتبر دمار كلنا دمار شي واحد ولو ان المحافظ بيطرقنا من بلادنا ها؟ وهذا تركك شي هو قال كلام قلتوا على ما وجعتونا داخل ها؟ في بيوتنا ما بنقول شي بيوتنا هذا الحنقتك خلصنا قسمت نواميس هذا الحنقتك خلصنا داخل بيوتكم ها هو بيوتنا اسمع يا ابو علي ورا ما يدخلوا جنبي صاحبي تجيب منهوبه مطموعه معطوفه مكسور شرفه صاحبي ها ان كنتوا ان احنا جينا بضعف اديتوا حق الضعيف ودخلتوا من الجنه وديتوا جنبي صاحبي بوجه قلتوا ان ما منهن شيء وان احنا الغلطانين فضيق صاحبي قتل لوجهكم يا عنس ها واصحابي اغتسل نواميسهم جنبيتهم جاء فيكم يا عنس وسلامتكم ما بسمع من اي ردائك هل اذا ثبت جواب على نعوج يا شيخ انا عوج قل لي ليه ليه انا ما ماشي متعود على هكذا انا بيت اقول لك هؤلاء مقوى ما ادري شي اتحكم يا شيخ ما انا انا عاد احكمك ما قتل شي بيده وبيده وحتى طلعه ودي قتله ما دخلنا لك دي طلع هو دولة وقرا وملف عين لا عندك كبشي جملا نشتدخ لا عاد كبشي جملا نشتدخ لا عاد كبشي جملا نشتدخ لا عاد كبشي جملا نشتدخ يا شيخ محمد انشي قرى ما دخلوا الحبس ها وصلوا دولة فاحنا عيال الدولة قلت لكم والكلام هو في راسك يا مقدشي وجنبي صاحبي تجيب وجهها انا ملزم بها كان بها انا ملزم بها مروح الردع والله ما اسمع انا ملزم بها دولة اشهدوا على النصير اشهدوا على النصير والمقدشي انا ملزم بها وانا ضيفه ها واهل عنس وشيختهم على نفسي ها كافيهم اصحابي كافيهم ما حصل كافيهم احنا عاد احنا نتقافى بزيد من هولا والله حتى لو قدو مقتول صح والله ما نقف فيكم يا عنس ايش فيكم؟ ابوه يا اخي احنا لا تخيجعنا احنا عنس الدابه لكن انتم لا تخيجعتوا والله احنا الدواب احنا والله احنا الدواب احنا الحين متقلين على القبيلي ما يوصل الدولة لا توصلنا لك واحد ما وصل لا تدمر شيء انت والوصل انت ما وصل انت مذكره محمد محمد عبد الله بلسنا ايوه الاب وولده الاب وولده الحين يا عبد السلام هذا تقول ترك بالزهول قال اسمعني اسمعني اقول لك ابوه يا رجال اسمعني اقول لك هلا ابوي جسارك معفن في الثلاجه اسمعني اقول لك ها كل هالدوله تقبلها بمعرفتها اسمعني اقول لك صاحبي جباكم يا عز ونعد شلون نخرج منكم يا شدايده لو خرجنا بالحومه قال احنا هذين شلون نخرج منك احنا شفتوا كيف ماهي صلي على النبي الو خارجوني الاثنين ما انا والله ما اسمع 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 يا ابني احنا بالنسبه لنا احنا اسمعني يا شيخ اسمعوا كل ما انا جاني وصل اسمع 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 زين اسمع اسمع وانا مشيخ المقدشين فيهم كلهم اذا ما رضيت تسمعني ماشي من وجه ماشي تكسر ناموسي قلدك الله ما عندكم اربع ايام لا دوله ولا قبيله وصلت جاني وجنبي صاحبي مكتسر شرف اصحابي ومنهوبين ومطموعين وانا جاي بناموسي خبرتي دولي بندق في جنب صاحب الله ما وصلها هذا في مطلوب في انا ما داري قد جاي تحشيشنا انا قلت لك لكن بعد ما ثاني يوم هو دولي الاسم غلط ثاني اول شيء واحد اثنين قلنا هم اثنين بس الدولي هاتوا لي بندق انت وفيت خفك يا ابو علي انت تروح للسماء عند الدوله الثاني قال اسمع ولا عاد عندي شيء قال اسمعني هذا في جنبي صاحبك اوصلها لك اليوم بعد الغد هذه مقبوله في جنبي صاحبي قال اسمع ما بلك بلا الكل لا تؤمن شيء بحالك تبقى بحالك ما بالله والله ما بلا لا تؤمن شيء بحالك يا مقدشي يا مقدشي وصل الجاني وديك قال اسمعني وانا محكمك يا مقدشي ايش عاد تشتي ابو امين ايش عاد تشتي يا مقدشي انت لك مقدمه انا معبيك يا مقدشي ما ايش عاد تلقى شيء قبيلي بيفترس لك هكذا حكمت لك مقدمه وانا اديتها لك بلاش يوصل الجاي يوصل سال والناس من لها مخارج والله ما هي الطلاق ما يوصل هي الطلاق ما بيصير اسمع هي الطلاق ما بتحطني اسمع احتك يا مبيش والله ما في والله انا وصلت هي اللي ما بيننا لها مخوة ما بيننا لها مخوة اقسم بالله وعلى راس الخمسة لو يجي محمد عيالك عبد السلام مقدش يقول ذبح عيالك يا عبد السلام نصيدي ما يسني الكبار معدلين بين الجيلة انا يلا بس هاي عطني شي معلش يجي صاحبي خلاص صل على صاحبي والله ما افتح صل على رسول الله اي انا ودفتك اقسم لك بالله لو انا جيت قابلتك في قسم الوحده هم اخرجني الحين اصلا بشتني بطنوطه اتكسرت ناموسي داخل بيتي ما كسرت شي ناموسك
ما حد عايز يسمع مصر. الحين هول البنادق بالذهن. تعال اسمعني. تعال اسمع يا عبد السلام. اسمعني. اسمعني الله اكبر على راسك. على الحال. وعرق ومرجع بتدخل في قضايا اليمن كلها. تعال اسمع. قلت لك يا مقدشي من اول يوم اسوني مثل نفسك. تعال اسمع. اسونا يا عنس. هيا قسما برب العالمين. لو هي على شرعها وبطلها للزحف في باب بيت الله. تعال اسمعني اقول لك. خلص سنتين البنادق تبزهم اقوى وانا اوصل لك الرجال بعد الغداء وديه لجنبي واخزن انا وياك ونتخابر ونخرج بخبر بز يا عبد السلام بز صل على النبي والغداء عندي صل على النبي والغداء صل على النبي باب الزهن باب الزهن اقوى في صال الرجال مقوى ماشي هذا هو الرجال ما في الرجال ما قابلهم في إصال الرجال بس بس